برحب فيكم مشاهدينا من وين ما كنتوا عم بتتابعونا بحلقة جديدة من برنامج شبابيك. البداية مشاهدينا رح تكون مع الخوري نافز صعيب اللي رح يكون معنا مباشرة عبر زوم. أهلا وسهلا فيك أبونا. أهلا فيكم. أهلا وسهلا فيك أبونا. البداية أكيد رح تكون مع كلمة الرب. من إنجيل ربنا يسوع المسيح للقديس لوقا. قال لوقا البشير: دخل يسوع أحد القرى فاستقبلته في بيتها امرأة اسمها مرتا، وكان لمرتا أخت تدعى مريم، فجلست عند قدمي الرب تسمع كلامه. أما مرتا فكانت منهمكة بكثرة الخدمة، فجاءت وقالت: يا رب، أما تبالي بأن أختي تركتني أخدم وحدي؟ فقل لها أن تساعدني. فأجاب الرب وقال لها: مرتا مرتا، إنك تهتمين بأمور كثيرة وتضطربين، إنما المطلوب واحد، فمريم اختارت النصيب الأفضل ولن ينزع منها كلام الرب. نعم أبونا، عم نشوف بهيدا النص أنه في إختين ما بيشبهوا بعض، مرتا ومريم. شو الفرق بالنسبة لألك بيناتهم؟ بالرغم أنه مرتا ومريم هن إختين، ولكن هن شخصيتين مختلفين. بالأول بنحكي عن مريم. هلأ اتنيناتهم ما ننسى أنه هودي كانوا أصدقاء مقربين ليسوع، هن وخيهم لعازر يلي أحيا يسوع من الموت، وكان بيتهم دايما وقلوبهم مفتوحة لاستقبال يسوع. فمريم ومرتا استقبلوا يسوع كل حد على طريقته، بس مريم كانت عم بتشوف احتياجاتها الملحة الدايمة أنه تكون تجلس مثل ما بيقول النص عند قدمي يسوع وتصغيله. وبس أجا يسوع لعندهم على البيت استغلت هالفرصة أنه يجي يسوع لعندهم كرمال تصغي وتقترب أكثر منه بجرأة كبيرة وبدون خجل. وبس اعترضت أختها مارتا أنه تركتها لوحدها عم تشتغل، ضلت صامتة وبهدوء، ما جاوبت مريم على مارتا، ما جاوبتها. إذا بنشوف النص ما جدلتها ولا جاوبتها، وما اتخذت موقف دفاعي أو أي موقف تاني، ولكن تركت يسوع هو يدافع عنها. نعم ولكن أبونا، شو موقف يسوع؟ موقف يسوع من الاثنين. بس خليني كفي كم فكرة عن مريم. نعم، في شخصية مريم، لأنه ما قلت لك شو بتختلف مارتا عن مريم. فكانت مريم مصغية لكلمة الرب، وكمان كانت علاقتها الروحية بيسوع مرتبطة بالغذاء الروحي اللي بتتناوله من يسوع ذاته بصمت وهدوء وتأمل، وبتحفظه بقلبها، وهذا هو الإيمان الإيجابي. بينما مارتا، الفرق بين مريم ومارتا أنه مارتا كانت تحب كمان يسوع كتير، وبما أن هي الأخت الأكبر فهي متحملة مسؤولية مريم ولعازر، وأكيد هي يلي عزمته عبيتهم بحسب تقاليدهم، وهي يلي عزمته أنه يفوت على حياتهم، وكانت تتحمس كتير لخدمته لدرجة الإرباك والاضطراب مثل ما شفنا بالنص. صح. فكتير سهل علي أن تسلك بإيمان البسيط وكلمات العفوية وتظهر احتياجاتها اليومية، وهون بتعلن: أختي تركتني وحدي. عندها شك وعندها خوف، خاصة بس تبين الاستجابة غير متوقعة، فإجاها الرد من الرب يسوع ونبهها: مرتا، إنك مهتمة ومضطربة بأمور كثيرة. كلمات يسوع هالمرة هيدي دخلت على قلبها وعيونها ودينيها، فالكلمة جعلتها تفكر وتتأمل كرمال توصل بتوافق مع الله تزيد هالشي بإيمانها. فتغيرت شوي شوي بعد ما كانت تتذمر بعكس اختها وتراقب تحكم. نعم. الدين اختها مريم اهتمت بالطعام الفاني اذا فينا نقول، والشغل المنزلي بارتباك. خدمتها ليسوع كانت بصوت عالي، كانت بدها من يسوع انه يمدحها ويميزها عن اختها. كان إيمانها مثل ما بنشوف سطحي إذا فينا نقول، لأنها
بننشغل اكثر من اللازم بامور سطحيه. هذا تقريبا على السريع الفرق بين مريم ومارتا. نعم. اما بالنسبه للسؤال الثاني اللي قلتي لي عنه، صحيح، موقف يسوع. موقف يسوع هو احب، كان يحب اثنين، ما كان انه يحب مريم اكثر من مارتا تعمل هيك، كان يحب الاختين كثير وما بيفرق بيناتهم وما بيفضل حدا على الثاني، ولكن بيميز حاجه كل وحده منهم ووجه كل وحده لتسديد احتياجياتها اذا فينا نقول. طلع لداخلهم اثنيناتهم ولعمق شخصيتهم، قدر محبتهم اثنيناتهم لإله وفهم طريقه تعبير كل وحده منهم. ما عنف مريم لانه ما خدمته وقعدت على اجره، وكمان ما وبخ مارتا لانه ما تفرغت له شوي قضيتها عم تشتغل. ما وبخ يسوع مارتا، ولكن كان لابد منه يواجهها. من مواجهتها بس التجت له وهي عم تشتكي امرها انه تعبانه وانه منهمكي وانه ما بتساعدها اختها. نعم. وهيك يسوع بنشوفه وجه مارتا لحاجتها الاساسيه بكل صراحه وحزم مملوء بالمحبه. نعم. أبونا شو بيقصد بالنصيب الأفضل؟ النصيب الأفضل هو المعرفة يلي بتجي من الإيمان والخبرة الروحية، فهي العلاقة الحية مع يسوع الحاضر دايما معنا. هو إيمان مش مبني على العواطف والمزاج والمشاعر، ولكن هو مبني على يقين بأنه إلنا الأفضل برفقة يسوع، فالإيمان بيتطلب المعرفة والحب. لأنه يمكن، مش يمكن، أكيد رح ينتزع كل شيء منا، الخدمة أو القدرة على الخدمة، ولكن ما في شيء بيقدر ينتزع منا روح الرب الساكن فينا. ومثل ما بيقول مربولوس، من يفصلنا عن المسيح أشدة أم ضيق؟ كرمال هيك هيدا النصيب الأفضل. نعم. كيف فينا نفهم من هالإنجيل شو هي أسس الخدمة وشو مفهومها الحقيقي؟ أكيد أنه أسس الخدمة هو أنه نعرف مين يلي عم نخدمه أولاً، وبالإيمان بنفوت بعلاقة معه وبالصلاة والإصغاء، هيك بنمشي بالطريق صوب يسوع ولكلمته الحية بالكتاب المقدس. الثاني أساس من الأسس أو مفهوم من المفاهيم هو أنه يكون يسوع جوهر الخدمة والمصدر يلي بناخد منه قوتنا. مريم كانت منشغلة بيسوع نفسه مش بيلي بدها تقدمه ليسوع. ثالث شغلة تحديد الحاجة، لازم نحدد حاجتنا، والحاجة هي أمر واحد أساسي هو التعلق بيسوع وتعميق علاقتنا فيه بالصلاة والإصغاء، وهالشي بيودي بالنتيجة لتوجيه وتنظيم كل حياتنا العملية لخدمة يلي بنحبه وبنعرفه منيح. وبعدين بنختار شو بيناسب شخصيتنا ومواهبنا من دون إرباك واضطراب، ولكن بحسب دعوتنا. نعم. كيف فينا اليوم نحن نكون خدام للمسيح؟ نحن كمسيحيين ضروري نكون خدام للمسيح، وهون بنشوف كل مسيحي في عنده شخصيتين، شخصية مريم وشخصية مارتا. هون شخصيتين متصارعتين إذا فينا نقول، متصارعين بكل شخص منا. فالخدمة ما بتصير بس مثل ما عملت مارتا باضطراب، لازم نخدم يسوع الخدمة يلي بدنا نخدمها على السكت، مش نصرخ، على السكت بنخدم يسوع بالفقير بالمحتاج بكل ضعيف حكي عنه، بالمسجون بالمظلوم، بكل حدا حكي عنه يسوع بنلاقي يسوع فيه، بنخدمه ولكن بالصمت، مش مثل اليوم كل ما حدا ساعد الثاني بيعيط مثل مارتا انا ساعدت، او مش كل حدا بيكون مفكر حاله ابن كنيسة وهو انه بيخدم ومدري شو ببلش يربح الله جميله ليش ما بيساعدوني. اوكي، لا، انا بعمل شغلي بالصمت، بكون هيك عم بخدم يسوع، وشغلي ما بيسوى شيء بدون كلمه يسوع. نعم.
يعني اثنين بيكملوا بعضهم، الكلمة الله والعمل، العمل والصلاة، بدون بعضهم ما بيمشي حال. أنا ما فيني يكون عندي إيمان سطحي بس ومشاعر وعواطف وتقبرني يا يسوع وخلي لي قلبك يا يسوع وبنتني ميلي، ما بعمل شيء ما بعمل شيء، وبنفس الوقت وقت بعمل شيء يكون لخدمة يسوع مش كرمال نال إعجاب حدا ولا نربح الله جميلة ولا ناخد مرسي من حدا، نكون بس يلي عم نعمله هو تحقيق لا أو ترجمة لهالإيمان يلي نحن بنؤمنه بيسوع. نعم أبونا، اليوم عيد القديسة رفقة، أكيد نحن منعيد الكل، كيف بتشبهها بمريم اللي عرفت النصيب الأفضل؟ قديسة رفقة، أنا أول شيء بدي عيدك كارين، وبدي عيد كل المشاهدين ويلي عنده يلي مسمى رفقة تسلم له صاحبة العيد. قديسة رفقة هي بتمثل مريم يلي كانت مصغية لكلام الله. نعم. وبتمثل كمان مريم، ومريم العذراء كمان اللي كلها خدمة. تعرفوا حياة القديسة رفقة كانت تخدم من قلبها، وكانت بالدار تشتغل، ما كانت ما عندها كسل، بس بنفس الوقت قمتها. وحتى بحياتها الصحية وقتها كانت مريضة، بفرح بصمت كانت عم بتشارك يسوع الصليب والألم ودرب الجلجلة بصمت. نعم. ما كانت مثل مرتا عم بتعيط وتصرخ وتضطرب وليش ما حدا بيساعدني وليش، كل حياتها بالدار ما حدا قال عنها انه كانت مربحة الله جميلة. قديسة رفقة كانت راهبة شغيلة، إذا فينا نقول خدومة، تخدم من قلبها تشتغل ولكن بصمت. نعم. مريم، وبإصغاء تام للروح القدس، لكلمة الله ولإلهام الروح القدس. نعم، يعني اليوم بهالزمن الصعب اللي عم نمر فيه خاصة بلبنان، قد لازم نتمثل بهالقديسة لنقوي أو تيقوى إيماننا؟ القديسين مش بس نستعملهم يعملوا لنا طحين دكان. صحيح. القديسين نعم. كل ما له يا مرشر القديسين انه نتمثل فيهم، نتامل بسيرتهم بحياتهم على الارض، كيف وصلوا على السماء، كيف صاروا قديسين، لانه مثل ما بتقول سانتا تيريز طفل يسوع، انت كمان فيك تكون قديس. ونحن من لحظه اللي تعمدنا فيها كلنا سوا، كل المسيحيه مدعوين للقداسه، وهذا مشروع الله انه يخلصنا لخلاصنا وقدستنا. ف القديسه رفقة هي مثال مثل كل القديسين، انه نتبعهم نشوف شو عملت بحياتها تصارت قديسه ونعمل مثلها، مش بس كل ما بدنا شغله بنعيط لها او بنعيط لباقي القديسين. نعم، اليوم انا الشخص الخاطئ كيف فيني يكون قديس؟ كثير صعبه وهينه بنفس الوقت، بدها الجرأه والشجاعه وبدها هيك المبادره، لانه مثل ما شفنا خلال الصوم بانجيل الابن الشاطر، كان البي ناطره احر من الجمر وناطره غمر وعمل له احلى فرحه وقت رجع، وبين السماوي ناطرنا، ناطر كل خاطئ، ناطر كل ابن ضال انه يرجع له. كثير صعب من ميلة انه انت تعملي هالمبادره ويكون عندك الجراه على التوبه، وكثير هينه انه يسوع انه ربنا يغفر لك بكرسي الاعتراف، بتروحي على هالغساله يلي انا بسميها غساله، بتغسلي حالك من كل خطاياك وبتطلعي نظيفه مثل وقت تعمدتي. صحيح. ابونا انا بدي اشكرك وبدي اتمنى لك نهار مبارك يا رب. لكم كمان شكرا لك.